جلاتين تنغرهم في الشبكة. شاركت معكم طريقة إذا كان عندك الثوب شوية ناقص في الطول وكيجي مزوق، حيث ما يمكنش نفصله في طريقة أخرى، حيت الثوب مزوق من هنا ومزوق من تحت، وهاد الزوخة خاصها تكون إما الفوق وتكون تحت، ما خصهاش تجي في الجنب. داكشي علاش درت هاد الطريقة، باش تعرفوا زعما تفصلوا شي حاجة تكون لي يكون الثوب ناقص في الطول وكون وافي. المهم الثوب راه فيه 3 متر، داكشي علاش غيخرج ليا مهم الموديل. بسم الله نبدا على بركة الله. السيدة عندها في الكتاف، عندها في الكتاف 46، يعني 23، ندير 23. هيا غنهبطو 3 سنتيم، والكول غندير فيه 8، حيت السيدة شوية وافية. نهبطو بجوج، ومن بعد عندها في السدر 34، غنهبط 32، غادي ندخل هاد السنتيم ديال الخياطة باش ما يجينيش العبار ناقص. غنهبط 33، هيا عندها في العرض 34، ندير 35 سنتيم ديال الخياطة. المهم ها غندير معكم الكتاف. المهم درت الكتاف هنا ودرت الصدر، والصدر ضروري غنقطع غير هادي، اما هادي راه غتبقى. المهم غتشوفوا الطريقه. انا درت في الصدر هبطت في 33، حيت السيده عندها 34 في الصدر، هبطت في 33 ودرت هنا 35. ها هي 35 غير نحدد باش نقطع، وما راه خصني نشيط، غتمشي ليا هادي لهنا. المهم صافي، ودرت في العرض، درت صافي. هنا غندير 44، 45، غنشيط غير 12 سنتيم على الصدر. حيت الصدر عند السيدة 35، هاهي غنزيد. السيدة عندها غير في الصدر 35، هاهي وخصني نشيط باش ندير لي بلي. غنشيط غير 10 سنتيم باش ما تجيش البيجامة تاني واسعة على السيدة. هات هاهي صافي. ولتحت غندير 45 ولا 46، هنا عندي السيدة 50. مهم على حسابية السيدة عريضة شوية غنديرو ليها 50، أما على حسابية متوسطة راه غير 45 46، بركة كافية. هادي اللي غنقطع من هنا لا، حيت غتجي الكشكشة هنا. غير غنقد التوب، أما العرض اللي عندي راه كافي. المهم اللي غيتخيط نحاول نشارك معكم الطريقة، غيجي بحال هكا. ديك اللي خصني ندير هنا ها ديك التقطعة باش نكمل الصدر، حيت الصدر عندي راه باقي ما كملش، غنديرها هنا. صافي ملي غيتخيط غادي يبان. المهم شاركت معكم المونتاج. المهم كان نهز داك الطرف اللي لتحت وكان خيطو على الصدر. المهم كنحاول ندير زعما لي بلي باش يجيني زعما القياس هو هذاك.
المهم هادي هي الطريقة باش تخيطو زعما البيجامة إلا كانت توب ناقص. المهم راه فكرة مزيانة، وغديرو ليه الدونتيل من ديك الجهة اللي مقطوعة زعما اللي فيها التقطيعة، وانا ما غاديش تبان. المهم نوريكم الشكل النهائي في نهاية الفيديو. نتمنى الفيديو ينال الإعجاب ديالكم، متبخلوش عليا باللايكات ديالكم البنات، والسلام عليكم إلى الفيديو القادم إن شاء الله.